مرحبا، نصائح طبية مع طبيبة ميدار. اليوم رح نتكلم عن الغدة الدرقية، شو هي أعراضها وشو هي التحاليل اللازمة وقت نلاحظ الأعراض هاي. الغدة الدرقية هي الغدة المسؤولة عن إفراز وتنظيم الهرمونات في الجسم. لو لاحظتوا في عندكم تسارع في معدل ضربات القلب وعدم انتظامها، لو لاحظتوا ضعف في العضلات وتعرق مفرط، لو لاحظتوا إسهال متكرر لفترة طويلة من الزمن، فبالحالة هاي أنتم معرضين لفرط نشاط الغدة الدرقية، واللي بيعني الغدة الدرقية بتفرز هرمونات زيادة على اللي بيحتاجها الجسم. بينما لو لاحظتوا معدل ضربات القلب متباطئة أو خمول لفترة طويلة من الزمن وإمساك متكرر وتورم في الوجه أو الرقبة، فأنتم معرضين لقصور الغدة الدرقية، واللي بيعني الغدة الدرقية ما بتفرز هرمونات كافية للجسم. في كل الحالتين إحنا لازم نعمل تحليل TSH، واللي هو تحليل هرمون الغدة الدرقية الموجودة في الدم، وبناء على النتيجة بنقدر نحدد إذا أنتوا عندكم قصور الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية. وطبعا نسبة الهرمون هاد تختلف من شخص لآخر بناء على الجنس، العمر، وفي حالات النساء اعتمادا على إذا كانت المرأة حامل أو لا. في كل الأحوال يفضل أنه أنتوا تعملوا تحليل TSH لضمان سلامتكم، ويفضل أنكم تزوروا طبيب مختص لمراجعة التقارير. بنشوفكم بحلقة جديدة مع نصائح جديدة بمنصة ميدار.